في ذهنية هلا. أنا باعتقادي مر بحدود تقريبا 30 سنة كان في يتم التعامل مع العمل الحزبي على أنه نشاط تخريبي وإنه وهو مرخص وبالتالي هذه العقلية بقي. وإحنا أنتوا شباب وتستطيع أن تتلمس لما بتقول لواحد هو بعيد عن العمل السياسي بقول لك يا عم فكنا من الأحزاب. هذه قضية موجودة هلا، صحيح إنها أقل حدة مما كانت يعني سابقا، لكننا لا نستطيع أن نلغي هذه العوامل المجتمعة على هذا. الآن كمان مطروح على المستوى حتى الكوني مفهوم، يعني الآن في جهد بمعنى الفكر الرأسمالي عم بيطرح قضية نهاية الأيديولوجيا، نهاية الفلسفة، نهاية التاريخ، في كثير من النهايات التي حاول الفكر الرأسمالي أن يصور المرحلة أن انتهى النقيض لهذا الذي يجري، وبالتالي ما على الناس إلا أن تسلم. وأنا هذا الكلام مش نظري، في عهد وزير التنمية كان الدكتور منذر الشرع قدمونا مشروع لقانون أحزاب إنه ألا يعني رفض الأحزاب الأيديولوجية العقائدية، ما بدهم أحزاب أيضا بمعنى فقط برامجية. طبعا هذا بالواقع أنت معناته تقود كل أحزاب اليسار وتقود كل الأحزاب القومية وتقود التيارات الدينية، بتظل عندك مجموعة من الأحزاب الأخرى بلاش نعطي أي توصيف هي في النهاية أقرب للبرنامج الخدماتي صفة بعيد. نعم بالتأكيد، وهنا يعني دليل انعكاس التحول الفكري على المستوى الدولي على المستوى المحلي كيف انعكس. هلا ضمن هالخارطة هذه يعني أنا أستطيع أن أقرأ لماذا هذا الواقع الحزبي، يعني جميل. لماذا التراجع؟ جميل، معنا اتصال الأخ أمين العمري، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله أخي أمين العمري من إربد. أهلا وسهلا أستاذ أمين، حيا الله. يسعد مساك، عرفات أنت ضيوفك محترمين. يا هلا يا هلا يا سيدي. لو سمحت 4-5 ملاحظات لضيوفك. تفضل. المشكلة في الأحزاب، كيف تشكل الأحزاب في الأردن، وكيف ومن هم الذين يشكلون الأحزاب في الأردن ويهيمنوا عليها وكيف يصرف عليها. اثنين، كل هذا الحكي طبعا لا يشمل بالطبع ما عدا حزب الأخوان المسلمين. ثلاثة، أتوقع لا يوجد من 2-5% من منتزبي الأحزاب من الناس العاديين، أي يعني الناس الطفرانين، لأن الطفران همه أن يأمن لقمة العيش لأبنائه، مش فاضل للسياسة. ثلاثة والأهم، عدم الانتساب للأحزاب هو تغول الحكومات الأردنية المتعاقبة على منتسبي الأحزاب الأردنية، ومعروف كيف أنه بنتسب لها حزب في الأردن. أخيرا، أتوقع أنه قانون الانتخاب السيء في الأردن هو سبب رئيسي في عدم الانتساب للأحزاب، وستبقى الأحزاب في عدم تطور وضعيفة ما زال هذا القانون موجود في الأردن. وشكرا لك ولضيوفك. شكرا أستاذ أمين، شكرا شكرا. معنا الأستاذ عبد الله السواعي، مساء الخير. أستاذ عبد الله مساء الخير. ألو، مساء الخير أستاذ عرفات، حياك الله يا سيدي، يا هلا تفضل. مساء الخير إليك ومساء الخير لضيوفك ولدكتور سعيد ذياب، مساء النور هيل. ومنحييكوا يعني حقيقة، وأنا مداخلتي حاول أنه تعرف أنه الآن إحنا الأحزاب، يعني الأحزاب الآن في بلدنا الحبيب تعرف ده، يعني حتى أنه سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني يعني بحث الشعب الأردني على الانتساب إلى الأحزاب. وبالتالي الآن كثرة الازدحام زي ما حكى سيدنا الراحل الحبيب الحسين بن طلال في أحد لقاءاته مع الأحزاب، حقيقة قال بأنه كثرة الازدحام يعيق الحركة. متى، أنا سؤالي إلى سعادة الدكتور سعيد ذياب حقيقة، واللي هو غني عن التعريف واللي هو يعني من رجالات الأردن وواحد من شرفاء الأردن وأحرار الأردن اللي بنعتز بيهم، إلى يعني إلى متى، يعني متى اليوم اللي رايح يجي ونشوف فيه عنا 3 أحزاب أو 4 أحزاب، وبالتالي متى سيكون هناك عنا حكومات برلمانية أو حزبية من داخل مجلس النواب، مع أنه الآن يعني بتعرف أنه إحنا في مجلس النواب عنا عدا عن أن يكون هناك حكومات حزبية عندنا شخصيات نيابية قادرة على أن تشكل الحكومات
رئيسا واعضاء من داخل مجلس النواب. وشكرا لكم. شكرا شكرا استاذ عبد الله، شكرا لك. استاذ خالد، قبل ما نبلش نحكي في مجموعه الاسئله، الا ترى ان دعوه الحكومه للانخراط بالعمل الحزبي والتضييق على الحزبيين فيه انفصام في الموقف؟ يعني شوف، انا يعني لي وجهه نظر في هذا الموضوع، لانه في كثير بيخاف بيقول لك انا قدمت اليوم انتساب، اجتمعت صحيح اليوم بكره صحيح، صحيح. لا لا، هو موضوع الخوف يعني موجود، وبعدين يعني كمان في موضوع عدم القناعه كمان موجود، يعني السببين موجودات عند المواطن الاردني. عدم القناعه في البرامج السياسيه للاحزاب، في عدم قناعه واحد، وتحديدا يعني الان انت بعد يعني خلينا نقول في السنوات الأخيرة الحالة الاقتصادية للمواطن يعني عم بتراجع، مش عم بتقدم ولا عم بتطور. فالآن انشغال برضو المواطن في البحث عن لقمة عيشه يعني ما خلى يعني ما عادت الأحزاب السياسية والسياسة أولوية يعني في حياته اليومية أو في فكره. الآن فكره مشغول بلقمة العيش، فكره مشغول أنا كيف بدي أوفر لقمة خبز لأولادي. ولكن يعني أيضا إحنا بدنا الحكومة تتحمل جزء من السبب، وأيضا الأحزاب كمان تتحمل يعني جزء من السبب. الآن الأحزاب يعني حتى تكون مقنعة بالشارع يجب أن تمتد إلى الشارع. الآن الأحزاب ما هي مدى امتدادها في الشارع الأردني؟ يعني أنا الآن بدي أوصف لك الحركات اللي صارت الشعبية. يعني يفترض الآن هذه حركات تتحدث باسم الشعب الأردني، يفترض من أول ما انطلقت يفترض أن العدد يتزايد، ولكن العدد تضاءل. لماذا؟ تراجع. لماذا؟ لأنه أيضا مش أنه موضوع بس نظلنا نقول القبضة الأمنية، لا، في كمان قناعة المواطن. برضو المواطن قاعد بفكر وقاعد بقيم الأمور. المواطن دخل على مرحلة بالنسبة له كانت حياة أو موت، يعني أين وين بدي أختار وين بدي أروح. والمواطن اختار بقناعة، ما اختار بالعصاية ولا اختار بالقبضة الأمنية. ولكن الآن يعني الأحزاب يعني يفترض أن تكون يعني في سنوات سابقة عملت جردة حساب وعادت تقييم خطابها السياسي للشارع وللأردن. يعني الآن أنت انزل على المواطن الأردن، إحنا الأردن تحكمنا العشائرية أكثر من الحزبية. إحنا الأردن يعني بتطلع على الناس، الغالبية ما بدها أحزاب، الغالبية مقتنعة بالعشيرة، مقتنعة بصلة القربة، مقتنعة بالعلاقة. هذا فكر الدولة اللي أنشئ على سنوات. الآن أنت ما بتقدر تغيره بيوم وليلة، ما بتقدر أنت تيجي اليوم تقول أنا بكرة بدي أصير حزبي. هذا في مرحلة انتقالية. الآن بدك تعمل التحول، التحول الفكري والتحول يعني السلوكي في حياة المواطن، من أجل أنه يقتنع أنه لا، الكفاءة هي التي يجب أن تتقدم، والكفاءة هي التي يجب أن تأخذ دورها من أجل التطور، ومن أجل أنت تحافظ على وطنك وتحافظ على أمنه وتحافظ على استقراره. هذا المفهوم أو هذا الخطاب أعتقد أنه غائب من الأحزاب الأردنية كافة، سواء معارضة أو الأحزاب الوسطية أو اليمينية أو القومية. الآن أحزابنا يعني للأسف يعني السؤال الذي يجب أن يوجه إليها، لماذا حتى الآن لم تأتلف في ثلاث تيارات حزبية؟ ليش هذا التشتت وهذا التفتت؟ يعني الآن إحنا كانت الأحزاب عددها يعني فوق 25 حزب، كبير جداً. بعد ما إجا قانون الأحزاب الجديد تضاءلت ل 18 حزب أو 17 حزب. الآن يعني هل المسألة تحتاج إلى قانون جديد من أجل أنه نوصل إحنا للثلاث أحزاب وللثلاث تيارات؟ هل يجب أن يفرض القانون على الأحزاب أنها تتحد وتتفق فيما بينها؟ لا، ما في هناك جدية من قبل الأحزاب من أجل الانخراط والاتحاد في تيارات، مع يعني الأحزاب اليسارية تتفق مع بعض والأحزاب اليمينية تتفق مع بعض والأحزاب الوسط أنها تتفق مع بعض. ولكن الآن لاحظ الأحزاب اليسارية حتى مختلفة مع بعضها، وتحديدا بعض الموضوع السوري. الآن يعني في ضمن أحزاب اليسار هناك من هم مع النظام السوري وهناك من هم ضد النظام السوري. يعني حتى لاحظ اختلافاتنا مش داخلية، اختلافاتنا خارجية. هنا نظل في نفس الإطار. معنا اتصال بس سريع. مساء الخير. ألو، مساء الخير.
ألو مساء الخير، بس ترفع لنا الصوت شوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك سيدي؟ تفضل يا سيدي. سيدي بالنسبة للأحزاب عندنا بالأردن هون، أنا بحث كل مواطن أردني شارك لأنه ما ينتمي إلها نهائيا. ليش؟ لأنه أول شيء أنا قلت قبل فترة نفس القناة، قال أنا على قناته الإخوان المسلمين حركة دولية، أول شيء منظمة دولية مش منتمي لهذا الوطن. حزب البعث تابع التقدم تابع لسوريا، حزب البعث الاشتراكي تابع للعراق، حزب الوحدة الشعبية وحزب حشد هاي ما تبقى من إخوان الفدائيين الفلسطينيين اللي كسروا وصف التل. أنا بقول ولا واحد لازم ينتمي للأحزاب هاي، بل الحزب الوطني الأردني. طيب ليش مشكلة؟ شكرا لك. معنا اتصال آخر. مساء الخير. ألو مساء الخير. السلام عليكم. تفضل عليك انت وضيوفك. حياك الله، مساء الخير، اهلا وسهلا. تفضل بس اسمعنا من الهاتف ووطي لنا صوت التلفزيون عندك اذا في مجال. الاحزاب اللي عندنا. ايوه انا من الهاتف سامع. بدنا ايوه بس توطي صوت التلفزيون عندك واسمعنا من الهاتف. ايوه يا سيدي، احنا اول شيء اول بند بقول لك انه مش من مصلحة الحكومة انه يظهر حزب قوي عندنا مثل حزب الاخوان المسلمين، هذا واحد. بعدين اثنين، ما في قناعة عند المواطن الاردني بالاحزاب الموجودة في الاردن حاليا، لانه الاحزاب اللي عندنا ما بتتحمل مواضيع بتهم المواطن مثل الاقتصاد مثلا. منها لو انه المواطن بيشوف حزب قوي، خاصة الأيام هذه في ظل الظروف الصعبة اللي قاعد بعيشها الإنسان وبواجه سياسة الحكومة الفاشلة، لنخرط الكثيرين من المواطنين في هذه الأحزاب أيا كان اسم الحزب ومسماه. عندنا احنا لما يجوا بدهم يسوقوا عندنا، خاصة احنا في الطفيلة، عندنا أقوى حزب موجود عندنا حاليا اللي هو الأخوان المسلمين. لكن الكثيرين من المواطنين مش منتمين أو منتسبين لهذا الحزب أو حزب غيره. أنا شخصيا بكلمك، ما انتسبت لأي حزب نهائيا لأنه ما عندي قناعة بحزب نهائي في الأردن. يعني أنت عدم انتسابك لأي حزب عدم تولد قناعة داخلية عندك؟ ما في قناعة نهائيا. شكرا 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 لك. وصلت الصورة، وصلت الصورة. دكتور سعيد، تحدث الأستاذ خالد في أكثر من اتصال أنه ما في قناعة لدى المواطن للانخراط بالعمل الحزبي نظرا لعدم تحقيق رغباتهم وأهدافهم وعدم تولد دافع حقيقي للانخراط في هذا العمل، وأن التضييق الحكومي وسياسة القبض الأمنية ليست هي السبب في هذا الموضوع. هل هذا الشيء صحيح؟ هل هذا الشيء له علاقة؟ وأيضا السؤال هنا، يعني نخلي السؤال مرتبط بعض الشيء، أنه ليس من مصلحة الحكومة أن يكون هنالك حزب قوي مثل جماعة الإخوان المسلمين. في شغلة، يعني الناس في حديثها، يعني سواء كانوا مواطنين أو كتاب أو سياسيين أو نخب سياسية، يعني الحقيقة بتقع في تناقض. إحنا بدنا ديمقراطية ولا بدناش ديمقراطية؟ بدنا ديمقراطية بدون تعددية ما في ديمقراطية، مش ديمقراطية. هذه بدنا نقر فيها، يجب أن نعترف. الخيار للشارع، الخيار للمواطن في الديمقراطية، هو اللي بيختار. لا هو لا ما بنفرض عليه أيضا. أنا أفرض عليه تعددية. وجود الديمقراطية يحتاج تعددية، لازم يكون تعددية حتى في ديمقراطية الحوار. يكمل خالد برجع لك. فكرة التعددية ركن أساسي من الديمقراطية. ما في ديمقراطية، ما في ديمقراطية بدون تعددية. هلا بصير سميها أي شيء آخر، بس الديمقراطية كمفهوم كنظام حكم يجب أن يكون هناك تعددية سياسية وتداول سلمي للسلطة وانتخاب حر ومباشر وإلى آخر ذلك. هو يبدو في التعددية، يبدو في التعددية، يعني زي يمين يسار. لا 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 حق لا 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 حق الناس في إقرار حتى بالدستور الأردني، حق المواطنين الأردنيين بتشكيل الجمعيات والأحزاب. لا لا، هذه قضية محصومة. وبالتالي هلا إذا تراكم في ذهننا مفاهيم غلط على امتداد الحقب الماضي، هذا موضوع آخر. الآن لا نريد، لا يجوز أن نسقط يعني